روى الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن رتب له الدعوة ورتب له الأمور التي يدعو إليها، فبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. والكلام ده نحن نقدمه هنا بمناسبة قرب شهر رمضان، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما تدعو هؤلاء أي أهل الكتاب أول حاجة تدعوهم للتوحيد بعد ما يوحد الله سبحانه وتعالى، كما في رواية إلى أن يوحد الله، يعني بعد ما يوحد الله قال فأخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات. يعني الإنسان الذي لا يوحد الله سبحانه وتعالى لا يؤمر بالصلاة، وده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إن التوحيد أولا ثم الصلاة. فإذا كان كذلك الصوم الصيام لا يكون إلا على أساس التوحيد وعلى أساس العقيدة الصحيحة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما خاطب المؤمنين بالصيام قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لم يقل يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، بل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي يا من آمنتم بالله وأفردتم الله بالعبادة كتب عليكم الصيام. الكلام ده معناه شنو؟ أن من لم يؤمن بالله حقا لا يصوم وغير مكلف بالصيام. ونحن نقول للناس الآن إن الإنسان الذي لا يحقق التوحيد غير مامور بالصيام. وقد يسأل سائل يقول يا ناس في زول من حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ نقول نعم، لأنه الآن يوجد في هذا المجتمع أشياء تنافي تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. توجد بعض الأعمال من يعملها غير مخاطب أي غير مخاطب، يعني في حاجات أنت لو عملتها الآية دي ما خاش فيها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، زي شنو؟ زي تنادي الشيخ في الشدائد، والكلام ده شرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا شيخ تدعو مع الله، ده كلام الآية، نص الآية، لا رسول مع ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم لا يدعى مع الله، لا ملك تدعو مع الله، بس ربنا سبحانه وتعالى وحده، فلا تدعوا مع الله أحدا. يقول سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وجماعة في زور ربنا سماه كافر، الذي يدعو مع الله أحد ربنا سمى كافر. هل في كافر يصوم؟ هل في كافر يصوم؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم الناس اللي بينادوهم ديل المدايح بناديهم في كل قضية بناديهم في الليل الهادي بنادي سيادي. قوم وصيح ليهم وخلي الحمالة عليهم الناس ديل. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا مهما صيحت ما بيسمعك، لأنه الذي يسمع والذي يجيب هو الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. نحن نسأل الناس ديل، الدارين نمسك في أموات والدارين نمسك في شيوخ والدارين نمسك في دلاجين، أإله مع الله؟ الله خير أما يشركون. الناس تتعلق بالله، بالله الخالق سبحانه وتعالى. ربنا قال ما بيسمعوا، ده ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الزول البنادي البنادي السادة ديل ربنا سماه شرك. ويا جماعة في زول واقح في شرك وزول مشرك عليه صيام؟ أبدا والله. الصيام على الذين آمنوا. إذن من دعا مع الله أحدا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يأمركم ده الله يقول أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما بيأمرنا ده ربنا، ما بيأمرنا ناديه ننتهن. ربنا قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يا ناس ربنا سماه كفر، وفي زول بيعمل العملية دي وينادي الشيوخ وينادي حتى الرسل مع الله، ده ما عنده صيام، لأنه ربنا سماه كفر كما قال سبحانه أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت. البدعوا غير الله، وغير الله ربنا قال لا بينفع للضر. غير الشيخ الله ولا غير الله؟ الرسل عليهم الصلاة والسلام الله ولا غير الله؟ مش كلهم خلق لله، كلهم عبيد لله؟ ربنا قال ما بينفعوا. ولا تدعوا، ده كلام ربنا، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما في حجاب بيكشفه، ما في حجاب بيكشف لك ضر، السكين ضر ربنا بيكشفه قال وحدي، فلا كاشف له إلا هو. العارض ضر بيكشفه ربنا. يا زول توكل على الله، على الحي الذي لا يموت، فلا كاشف له إلا هو. وإن يريدك بخير، في خير جايك ما في زول بيرد لك والله، فلا راد لفضله. امسك يا زول في الله قوي، امسك في الله قوي. قال لك لو في ضر ما بكشفه الا انا، فلا كاشف له الا هو. وان يريدك بخير فلا راد لفضله. لا في حجاب هنا، لا في شيخ هنا، لا في دلقان هنا، في رب العالمين سبحانه وتعالى. يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. دين المشركين الزمان بيقولوا خلق السماوات والأرض ربنا سبحانه وتعالى. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، ما تدعون من دون الله، الشيوخ دون الله، الرسل دون الله، الجن دون الله، الملائكة دين الله، الدجالين دين دون الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، بيسووا حاجة، أو أرادني برحمة، أو أرادني هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله، حسبي ربنا سبحانه. أنت كمسلم تقولها بقلبك ولسانك. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حسبك ربنا، تتوكل على ربنا. ما في كمون بيتوكلوا عليه، ما في حجاب بيتوكلوا عليه، ما في شيخ، ما في قبة، ما في تراب. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. في الآية التي قبلها يقول الله سبحانه
ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. أو في بداية الآية أليس الله بكاف عبده؟ ربنا ما كافي عشان نشوف غيره؟ ده سؤال وجيه للمعلق الحجاب، ده سؤال وجيه من ربنا سبحانه للمعلق معلق قلبه في شيخ البنادي الشيوخ البنادي غير الله. ده سؤال أليس الله بكافي؟ الله ما كافي يا زول. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. عشان كده يا ناس الإنسان إذا لم يحقق العقيدة فما أصلا صوم ما عليك ولا واجب عليك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام ما فرض وما كتب إلا على من وحد الله سبحانه وتعالى وأفرد الله بالعبادة. زول عنده عقيدة في شيخ بيعلم الغيب بيدي الجنة، ده ما عنده صيام لأنه واقع في كفر بالله سبحانه. وربنا سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات، الملائكة كلهم في السماوات دي الملائكة والأرض الغيبة إلا الله، في الأرض الناس والجن الكل لا يعلم فضلا من الشيوخ أو الدجالين. فالله سبحانه وتعالى هذا من علمه الذي اختص به لنفسه كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الرسول يوحي له الوحي انه في جنة انه في نار علامة الساعة كده، هذا مما اوحاه الله من علم الغيب لرسوله فصار علما مشاهدا معلوما. اما علم الغيب فهو لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالانسان اذا ما جمع قوى عقيدته في الله الخالق ومسك فيه رب العالمين وجدع الحجبات وكفر بالشيوخ وكفر بالقباب والأضرحة وتوكل على ربه، ده البصوم بيسوي كده ده بصوم. لكن زول عنده عقيدته ملك لك وما في ربه وما في خاله، ده ما عنده صوم ولا عليه صوم. لأنه وتفهم الكلام ده إنه يا جماعة العبادات دي أول شرط فيها الإخلاص التوحيد. الصلاة يقول لك شروط أول شرط الإسلام. الإسلام يعني شنو؟ هو التوحيد. الصوم أول شرط فيه التوحيد. أي عبادة، وشوف ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص، ويقول الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني ربنا ما بيقبل إنك تديه الصوم له تصوم له وتدي الدعاء لغيره، ربنا ما بيقبل. ربنا ما بيقبل انك تصوم له شهر كامل لكن بتندى غيره وبتدعو غيره وبتزعل غيره، ربنا العبادة دي كلها ما بيقبلها. لأن الله لا يقبل إلا من الأعمال ومن العبادات إلا ما كان خالصا لله، زي ما وحدت ربنا في الصلاة وزي ما وحدت في الصوم، توحد بالسؤال والعبادة والاستغاثة، توحد بالذبح. ربنا ما يقبل انك تصرف له صلاتك وصيامك وتنادي الشيوخ، بعبادة النداء والدعاء عبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ربنا ما بيقبل تصوم له وتذبح للقبة، ربنا ما بيقبل تصوم له وتتوكل، توكل عبادة. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عبادة. ما بيقبل انك تصوم له تشرك به في التوكل، تتوكل على الحجاب، تتوكل على ورقة. الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له لوجهه سبحانه وتعالى. لذلك انت تصوم أول حاجة صحيحة العقيدة، أول حاجة العبادات كلها تديها لربنا، تتعلق بربنا، تنادي ربنا، تكفر بهؤلاء الشيوخ شيوخ الطرق، تكفر بهؤلاء الطواغيت التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى.
التي يستغاث بأصحابها ويدعى أصحابها من دون الله، لأنه ده الدين. ربنا قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أول حاجة تكفر إنه هذه العبادات باطلة، وهذه المعبودات باطلة، هذه الأوثان، هذه القبور باطلة، لأن العبادة لا يستحقها إلا الخالق سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالإنسان متى ما أخلص دينه وكل عبادته لله حينئذ يفرض عليه الصوم ويصوم لله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام كله يا جماعة قدمنا به بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أو لبيانه لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، رتب لهم فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، بعد التوحيد الصلاة، بعد ما يحقق الصلاة الزكاة. نحن برضو من انطلاقا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زول ما حقق التوحيد ما يصوم، لأن الرسول في الحديث الذي عند البخاري ومسلم قال لمعاذ إلى أن يوحدوا الله، بعد ما توحدوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، الصلاة بعد التوحيد والصيام بعد التوحيد وكل العبادات بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.